المجد والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عمليات المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الإرهابيون محاصرون في منطقة العمليات بسيناء. واشنطن مع نيقوسيا وخط غاز من قبرص إلى مصر. ارتفاع الدعم لأكثر من 30 مليار جنيه في 4 أشهر. والحكومة تنفي شائعة أسعار الأدوية. وإليكم تفاصيل النشرة. يواصل رجال قواتنا المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم القتالية في إطار العملية الشاملة سيناء 2018. وقال العقيد تامر رفاعي المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم والمنطقة، مشيرا إلى أن دولا صديقة كثيرة تدعم مصر بالمعلومات في حال وجود أي محاولات لانتقال عناصر إرهابية من الخارج إلى داخل البلاد أو العكس، مضيفا أن علاقتنا العسكرية والاستراتيجية متميزة مع العديد من الدول الكبرى والعظمى ودول المنطقة. وطمأن المتحدث العسكري المصريين مشددا على عدم قدرة العناصر التكفيرية الخروج من سيناء، موضحا أنهم محاصرون في مناطق العمليات وتوجد قوات تؤمن أي تسرب لهذه العناصر إلى المحافظات. وعن حصيلة العمليات منذ بدايتها، أعلن المتحدث العسكري عن تصفية 71 عنصرا تكفيريا والقبض على 5 آخرين، بالإضافة إلى ضبط 1852 فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه بها في دعم العناصر التكفيرية، مشيرا إلى أنه تم تدمير 158 هدفا بواسطة القوات الجوية و413 هدفا بواسطة المدفعية. كما قامت القوات بتدمير 1282 وكرا ومخزنا تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية الطبية والأسلحة الذخائر والألغام، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزي إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادتي C4 وTNT شديدتي الانفجار. هذا وأشار المتحدث العسكري إلى قيام الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية بالقوات المسلحة بإجراء التدريبات والمناورات العسكرية، حيث تقوم وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ التدريب البحري المشترك كليوباترا 2018 بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، بمشاركة تشكيل من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الجنوبي من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز مسترال وعدد من الفرقطات واللنشات الصواريخ، وذلك بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية. كما يجري تنفيذ تدريب مشترك مع الجانب الفرنسي بأحدى الوحدات البحرية في البحر المتوسط للتدريب على تأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في أعالي البحار، والتدريب على سيناريوهات مجابهة العدائيات، وذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018. واشنطن مع نيقوسيا ضد أنقرة. فقد أكدت السفيرة الأمريكية لدى قبرص كاثلين دوهرت دعمها الكامل لحق قبرص في الاستكشاف والتنقيب عن مصادرها الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك ردا على معارضة تركيا والقبارس الأتراك المنفصلين معربة عن أملها في حل هذه المشكلة بين قبرص وتركيا حتى يتم التحرك للأمام وبدء المحادثات مجددا. كان وزير البترول طارق الملا قد أعلن خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي بلندن عن توقيع اتفاق مبدئي بين القاهرة ونيقوسيا لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر. بزيادة 9 مليارات و200 مليون جنيه ارتفع إجمالي الدعم المقدم من الدولة للمواطنين ليصل إلى 30 مليار و100 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، بعد أن سجل 20 مليار و900 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه، فيما بلغت قيمة دعم السلع التموينية إلى 13 مليار و700 مليون جنيه من القيمة الإجمالية للدعم مقابل 8 مليارات و100 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
ارتفاع أسعار الأدوية شائعات، هذا ما أكده مركز معلومات مجلس الوزراء نفيا ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، فيما أكدت وزارة الصحة أن أسعار الأدوية كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، قائلة إن الدولة حريصة على توفير الدواء في السوق المصرية وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوفرها بالصيدليات. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.